وفي إكسبو 2020 دبي زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم جناح تركيا المشارك في إكسبو. وطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارة سموه للمعرض على مجموعة من المنتجات وجوانب من الطبيعة والثقافة التركية.